علاش انا كان جبت هذا الموضوع واستسمح، علاش عندنا واحد العدد كبير ديال الدراري اللي مشاو ما كملوش في الكارير ودراري زوينين ما نسميوش، حيت الا سميتي داكشي كتير دراري كان خصو يكون عنده مستوى ويكون عنده واحد مستقبل كروي وكانت تنفع منه ليكيب ناسيونال وكل شيء، ما مشاش. علاش؟ لان احنا باقي عندنا عقليه يمكن ماركي جوج بيوت في واحد الماتش صافي نقدر نمشي بحالي، ما نجيت الشهر الجاي فنجينا انا صافي ماركي جوج بيوت ثالث. واش نقول لك؟ راه شي اللي كاين من العود، راه كنقول لك الواقع كان ما كنحافظوش على الاستمراريه، الحمد باقي العقليه احترافيه، ولكن هذه المساله ديما كنتكلموا عليها، هي راه خطا مشترك بين اللاعب اللي خصو هو بين المحيط ديالو المدرب الفريق المدرب والناس اللي فهمتي، لان الدار هي هو المحيط فيها الوالدين، لكن المحيط الاخر لتحت هذيك عاوتاني ملي كتخرجوا للدار وكيخرج عاوتاني للشارع، يعني المحيط ديالو راه فيه كلشي، فيه صحابو فيه فيكي بريك فيه كذا وحتى معنى كلشي، ولكن كيبقى المسؤول الاول هو الشخص كلاعب، لان نت عطات واحد فرصه مثلا ولا كيلعب في الفريق الاول ديال الوداد والفريق الاول ديال الرجاء ولا ديال وعليه متابعه كيتكلم عليه، تما فين خصو يعني عرف راسو بانه وصل لواحد المستوى اللي البيبان مفتوحين باش انه يدير كارير اخرى، لان ملي تلعب في الرجاء ولا في الوداد ولا في الجيش مع احترامي لباقي الفرق عفوا يعني الجماهيريه كيفاش كتكون يعني النجم وكذا ماشي بحال لعبتي في فريق اخر، لا كتكون متابعه وحتى التسويق ديالك كيكون كبير.